بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن ديزيز مهم جدا، في أحد يعتبر أحد الكونكتيف تيشو ديس أوردر أو الأوتو إميون ديس أوردر، وهو السيستيميك لوبس إريسيماتوزس. والنهاردة هناخد إنترودكشن للديزيز ده، وهنعرف تيشوز كونسيرنت بالباثوفسيولوجي بيولوجي how to investigate and how to manage. Erythematosus, it is a systemic inflammatory disease due to autoimmune disorder characterized by tissue damage and cell damage. يعني ده autoimmune disorder بيكون فيه cell damage tissues all over the body، وده بيكون نتيجة ان ال immune system بيrecognize self antigen اللي هي المفروض جزء منه، المفروض ان ما يتعرفش عليها، لا بيتعرف عليها كفورين انتيجين وبيكون ضدها اوتو انتي بودي، وبتحصل المشكلة. وهنعرف ان ديبس في الباث فيسيولوجي معنى الكلام ده. اسباب السيستيميك لوبس is not clear، بس considered as genetic abnormality و environmental trigger. genetic abnormality زي مشاكل بتكون موجودة في النيجر هيستوري and the human antigen PR2 and 3، وهتسمعوا الموضوع ده كتير في أي autoimmune disease، في أي branch من branchات الميديسن زي الـ type 1 diabetes، زي الثيرويد، زي الروماتويد arthritis، أو في أي أكتر في connective tissue disorder مع اختلاف الـ subtype اللي بيكون involved. ساعات الـ genetic abnormality ما بتكونش كافية، لازم يكون في environment trigger زي sun exposure، زي certain disorders زي viral illness، mycoplasma، بعض الأدوية ممكن تعمل lupus، ساعات بيكون categorized as what's called drug induced lupus erythematosus، بعض ال diets و drugs، hormonal factors زي estrogen، excess estrogen، وده اللي بيفسر the great predominance of lupus in female patient، stress سواء physical stress أو emotional stress أو حدوث trauma. زي ما اتفقنا ان الباثوفيسيولوجي بيكون environmental factor موجودة في genetically susceptible individual، وده بيعمل what's called production of autoantibody against self protein. ساعات بنعتبر اللوبس ده chronic inflammatory disease او autoinflammatory disease that involve what's called type 3 hypersensitivity. ده ممكن يحصل نتيجة cell death signaling، نتيجة الـ excess apoptosis اللي بيكون موجود، يعني الـ programmed cell death، المفروض أي خلية في جسمنا ليها وقت معين وبعد كده بيحصل autophagy أو programmed cell death، لا ده بيكون في مشكلة و accelerated. ممكن يحصل نتيجة clearance deficiency، بيكون في بعد ما حصل عملية الـ apoptosis this apoptotic material بتبقى presented على الـ surface of Z cells وبتبقى presented لي certain types of cells بنسميهم الـ antigen presenting cells زي الماكروفاج والدندريتك cell، وده اللي بيؤدي لي production of autoantibody. في نفس الوقت بيكون في normality في الـ T cell، و الـ T cell بيحصل inhibition للـ B and T cell tolerance، وبالتالي الـ B and T cell become autoreactive، ممكن يبقوا involved in this process بتاعت الجسم أو إن بيتكون auto antibody against the self antigen. تمام، عرفنا كده إحنا الـ etiology والـ pathophysiology in short، ده اللي يهمنا. اللوبس السيمتومز اللي ممكن يجي بيها عيان أو عيانة اللوبس، ليه بقول عيانة؟ لأن اللوبس is more common in female. They outnumber the males by nearly ratio of 10 to 1. يعني صاد كل واحد بيجيله لوبس، صادوا 10 ستات ممكن يجي لهم لوبس. ممكن يحصل في أي سنة الحقيقة. More common between 30 and 50. Symptoms بتختلف من عيان لعيان، بس هي بتحصل formation exacerbation، يعني الأعراض ممكن تيجي وتختفي وتيجي وتختفي. معظم عيانين اللوبس ما كانش كلهم ممكن يجيلهم manifestation affecting the system،
وبعض العيانين بيجي لهم manifestation في شكل arthritis. والarthritis commonly affecting small joints زي الhands والfeet الwrist السمول joints عموما زي ما نشوف بعد كده. اللوبس الحقيقة برضو زي ما نشوف في السلايدز الجاية انه ممكن يأفكت اي سيستم في الجسم، وبالتالي ممكن يجي التخصصات كتير قبل ما يروح في الآخر للروماتولوجيست وقبل ما يتشخص، يعني ممكن يروح لدكتور الكارديولوجي، دكتور الروماتولوجي، دكتور الدرماتولوجي، دكتور الأوفثالمولوجي بأعراض كونستيوشنال، أعراض مش بتقول أنا لوبس بس. هنشوف إزاي عن طريق سكورينج سيستم إن إحنا ممكن إزاي نوصل للدياجنوزس. جنرال سيمتومز اللي بيكون موجودة كونستيوشنال في الأساس زي الفيفر والهيديك والماليز والأنوركسيا. الأنوركسيا ده ممكن يدفعه لوس أوف ويت، بيكون فيه نوزيا أند فوميتنج، وده ممكن يلقطه بعض الدكاترة اللي ممكن يعتبروا ده جاستريتس، وممكن العيان نفسه يروح لجي أي تي سبيشاليست، وممكن العيان يلف كتير لحد ما يوصل لدياجنوزس. فيفر من غير سبب واضح، من غير لوكاليزنج فاكتور. هيدك، جنرال ديسكامفورت، العيان طول الوقت تعبان. ويت لوس، ما اتفقنا. sensitivity to sunlight، يعني كل ما يتعرض للشمس وشه يحمر بشكل كبير. ممكن يحصل راش، الراش ده ممكن يحصل فلاي اريا بنسميه باترفلاي راش، وممكن يكون واضح او بشكل اوضح في الحالات اللي بيكون فيها acute exacerbation. ما اتفقنا وقلنا ان disease بيحصل inflammation و exacerbation. ممكن يحصل discoid rash زي ما احنا شايفين في الصورة هنا في الإير، وممكن يحصل في شكل lymphadenopathy swollen lymph node. ممكن يحصل other manifestation زي lupus panniculitis، زي what's called periangual telangiectasia، وزي ما اتفقنا في السلايد اللي قبل اللي فاتت كده ان بيكون في excess dermatologic manifestation ممكن تحصل في عيانين lupus. ممكن يكون في specific symptom according بقى ل each body involved. Brain and nervous system for example CNS أو peripheral nervous system, central nervous system, headache, confusion, convulsion, coma, memory and personality changes. ممكن يحصل أو يحصل affection لل peripheral nervous system في شكل mono neuropathy أو cranial nerve affection. لو حصل affection for example لل optic nerve ممكن يحصل vision problem. ممكن يحصل affection لكذا نيرف مع بعض what's called polyneuropathy، أو يحصل affection of different nerve in different area اللي احنا كنا بنسميها multiple mononeuropathy أو mononeuritis multiplex. ممكن يحصل affection لل GIT، أي حتة في GIT ممكن تبقى affected. ال stomach يحصل gastritis، small intestine enteritis manifested abdominal pain nausea and vomiting. ممكن يحصل hepatitis نتيجة ان هو autoimmune hepatitis او inflammation بيحصل pancreatitis. ممكن يحصل affection للheart، كل layers بتاعت الheart تبقى affected بداية من البيريكارديوم فبيحصل pericarditis and pericardial effusion. ممكن يحصل affection لي او inflammation للميوكارديوم فبيحصل myocarditis. ممكن يحصل affection للendocardium and valvular affection ويحصل endocarditis. ساعات الvalve affection ده بيبقى manifested بحاجة شبه خدتوها قبل كده أو خدناها قبل كده، هي الاندوكارديتس، بس دي بيكون trial uninfective. ساعات بنسميها فيروك اندوكارديتس أو لبتاكس اندوكارديتس. يحصل affection للرسبيراتري سيستم، affection للبلورا، بلورزي بلورا الفيوجن. يحصل affection للبليتشر بتاعت اللونج، يحصل المونري هايبرتنشن. ممكن يحصل affection للإيرواي، وممكن يحصل برونكوسبازم. السكين affection زي ما اتفقنا، الأشكال اللي احنا شفناها في الصور اللي فاتت زيادة عليها ممكن يحصل هايبو أو هايبرپيجمنتيشن، بيكيال راش، موتيك باتشز. ساعات نتيجة الaffection of the small blood vessel بلاي الهير فولكل ممكن يحصل ألوبيشيا مالر and discoid rash. طبعا الكيدني involved بشكل كبير جدا في اللوبس،
ممكن يحصل what's called lupus nephritis, affection للهيماتولوجيك سيستم ويحصل affection لكل اللاينز بتاعت البلد زي ال YBCs وال RBCs والبلتلت, فممكن يحصل أنيميا, ممكن يحصل ليكوبينيا, ليمفوبينيا أو ثرومبوسيتوبينيا. دي صور بتوضح الـ systematic affection اللي احنا اتكلمنا عليه, pleural effusion, الـ heart affection, kidney affection, lupus nephritis, طبعا joint. الصورة الثانية بتوضح شكل اللوبس راش, بيكون في spare للنيزوليبيال fault. عيان أو عيانة جات لنا بلوبس, how to investigate. الورك اب الحقيقة is divided ل blood and serological test, include برضو radiological investigation وممكن diagnostic biopsy to make sure of diagnosis of the affected organ. For example في حالات lupus nephritis أنا ممكن أوصل للdiagnosis عن طريق kidney biopsy. بالنسبة للblood serology including inflammatory biomarkers زي الESR اللي بيكون elevated, CRP, CRP الحقيقة هو مش بيكون elevated, CRP بيكون suppressed في حالات الactivity بس ممكن يبقى elevated لو في infection أو لو السبب اللخبطة اللي عين فيها أو سبب المشكلة اللي عين جاي بيها هي نتيجة infection rather than activity. حقيقة يعني CBC ممكن يكون في أنيميا, ثرومبوسيتوبينيا, ليكوبينيا. ممكن ألاقي what's called autoantibody including بقى الأنتينيوكلير أنتيبودي بيكون elevated, بيكون حاجة اسمها الأنتي دابل ستراند دي إن إيه بتبقى positive ويكون ليها تتر معين. الكومبلمنت كومبوننت including C3 وC4 بتكون consumed, بيكون في autoimmune hemolytic anemia, homestase positive. الروماتويد فاكتور بعض الأحيان ممكن يبقى بوستيف كأوتو أنتيبودي. بعض الأحيان بيكون في انفولفمنت أو بيكون في أسوسيشن حاجة اسمها الأنتيفوسفوليبيد أنتيبودي سندروم, ساعتها السيرولوجيك مارك الأنتيفوسفوليبيد ممكن يكون بوستيف. ممكن أشوف ماركرز توريني التيشو أند سيل ديستراكشن زي كيدني فانكشن تيست, سيرم كرياتينين وبلاد يوريا, الليفر فانكشن تيست denoting ان في مشكله موجوده في الليفر, او اعمل imaging لاي organ انا حاسس ان في dysfunction زي الهارت, انا حاسس ان في myocarditis, حاسس ان في valve affection, اعمل echocardiography for example, حاسس ان في affection للبرين اعمل CT scan او MRI the lung, او affection بقى للjoint والmuscle ان انا اعمل X-ray او CT او MRI أو nerve conduction studies أو electromyography اللي هو رسم العصب ورسم العضلات لعل لو عسى أوصل للdiagnosis. في criteria for the diagnosis of systemic lupus وهي American College of Rheumatology, وفي عندنا 11 criteria أنا محتاج إن أنا أكون معايا 4 من ال 11 دول. منهم رقم 1 ال photosensitivity حدوث ريش لما بيحصل exposure لالترافيوليت رايت, sun sensitivity rash زي المالر rash او البترفلاي rash او الrash اللي بيحصل في شكل السكويد rash زي ما شفنا في الصور اللي قبل كده, ماوس ulcer او نوز ulcer وبيكون characterized by being painless rather than painful, ممكن يحصل arthralgia او arthritis, joint affection بيكون في swelling و redness و hotness و tenderness, ممكن يحصل affection لأي serous cavity موجود زي البريكارديوم شكل بريكارديتس بلورا بلوريزي, ممكن يحصل affection للهيماتولوجيك سيستم أو blood anemia anemia أو leukemia, kidney affection in the form of proteinuria cast, serological affection